بالمناسبة ديال المباراة النهائية اللي كتجمع فريق ديال الرجاء العالمي مع فريق فيتا كلوب، اليوم تنشهدوا واحد الاحتفالية كبيرة اللي كتعقد في السينما ريالطو اللي كتجمع جميع الرجاويين. تنتمنى إن شاء الله تكمل هذه الاحتفالية بالفوز والكأس اللي نهديو لجميع الرجاويين. كما تنشوفوا هنا في سينما ريالطو واحد الجو كبير، واحد الجو ديال البهجة، واحد الجو ديال الاحترام ما بين الرجاويين، كل شيء مجموع، العائلات، شباب، شياب، كل شيء مجموع. إن شاء الله إن شاء الله الفوز اللي غنهديو لجميع الرجاويين وتكمل الفرحة ديالنا إن شاء الله. خدينا هذه البادية باش نديرو غير الرجاويين يتفرجوا ونديرو واحد الفيستيفال هنايا في سينما ريالطو باش كاع الرجاويين اللي تعذر عليهم يلتحقوا بالكونغو يجيو هنايا ونديروا احتفاليات كما اننا في الملعب. ان شاء الله حنا كنتمناو من هذه البادره ان شاء الله تنجح بالقياده ديال الرئيس ديالنا اللي تبارك الله عليه وبرافو عليه وديما رجاء. هذه بادره مزيانه، هذه بادره بالنسبه كيكون بحال لومبيونس اللي تكون في التيران، منك تكون الراجا مديبلاسي، بنادم تكون خدام هنا تيكون خدام ما عندوش كيفاش يمشي، اللهم يكون مجموع هنايا كيكون نفس لومبيونس ديال التيران، عائله، تيكونوا الناس، داكشي تكون زوين. الشعور زوين بزاف حيت كاين الاحترام بزاف وجينا نتفرجوا مع خوتنا وحنا كلنا خوت وكاين الاحترام بزاف، يعني المهم اجواء زوينه بزاف و عجبني الحال. رابحين 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 ان شاء الله. لا انا قلت واحد لواحد ما الكاس ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.